فاصل كمان. دكتور احمد ربما حرس الثوري وقتل قائد فيلق القدس في لبنان وقاد من الحرس الثوري ومسؤولين ايرانيين، وايران في الاخر لم ترد ايضا حتى على القيادات بتاعتها. نصر الله. كان عباس نينوفوشان. نينوفوشان ده من اهم القيادات الموجوده في الحرس الثوري. وهو نائب قائد العمليات في فيلق القدس. وله باع عظيم في احتجاجات سوريا والاحتجاجات داخل ايران ودعم حزب الله. وعلي كرك. وعلي كرك. علي كرك. فاحنا بنتكلم على ان حتى في عمليه حسن نصر الله دي كمان هم خسروا حد من القيادات فيلق القدس المهمه جدا. 20 شخصيه عسكريه. ومع ذلك مش هيبقى رد الفعل، يعني خلينا يعني ايه على المستوى الواقعي. اسرائيل لم تكن تستطيع ان تنفذ هذه العمليه لولا معرفتها الجيده ان ايران رفعت الغطاء عن حزب الله. حزب الله. يعني في نهايه الامر يعني ايران طبعا هي اللي عملت حزب الله، لكن في مصالح الايرانيه على المستوى الداخلي والخارجي هي المحركه لكل لا حد ما بتقول انه ايران رفعت ايدها وتخلت عن حزب نسبياً. الله نسبيا طبعا والمعلومه دي راحت لاسرائيل، والمعلومه دي اصلا بتقال قبل العمليه بقال بفتره طويله. يعني هناك العديد من التقارير اللي كانت بتنشر في او اشارات داخل الاعلام الايراني وفي اطار المعارضه الايرانيه في الخارج بيتكلموا ان لم يكن هناك رضا كامل عن اداء حسن نصر الله الفتره اللي فاتت، وان في اتجاه ما كان بيتم في مجلس الشورى وايران لتنحيه حسن نصر الله نسبيا او تسليم القياده لهاشم صفي الدين زي ما استاذ فادي قال. وهاشم صفي الدين كمان يعتبر هو نسيب قاسم سليماني. يعني ابنه متجوز بنت قاسم سليماني. واخوه زي ما احنا قلنا كده هو ماسك المكتب مكتب حزب الله في طهران. وبالتالي هم عايزين وجه اكثر تشددا ودمويه هو اللي يقود عمليه حزب الله في هذه المرحله، زي ما شجعوا ان السنوار هو يبقى قائد حماس في مرحله ما، عايزين يبقى وجه تاني اقل تعاملا سياسيا امام هذه القوه. مش رجل سياسي. مش رجل سياسي. عايزين رجل عسكري. عسكري. عايزين رجل عسكري اكثر تطوفا واكثر رغبه في تشددا واكثر رغبه في اشاعه الازمات او قياده الازمات. فاصل واعود وضيوفي الكرام نتحدث عن لبنان والمنطقه والاقليم والقادم كمان بعد الفاصل. نرجع استاذ فادي يكلمنا عن لبنان والاوضاع داخل لبنان.